هلا هو سال كان عم بسنتين اختفى خرج سنتين؟ خرج ولم يعد يعني اوكي كانوا وين عايشين بلبنان؟ كانوا وقتها بابو ظبي امي وبيي تجوزوا بسوريا وراحوا على البرازيل بعدين امي هربت من البرازيل من البرازيل اوكي هربت راحت على السفاره السوريه ورجع اجى على اجى مره يمكن واختفى بعمر السنتين اختفى اختفى لاكتشفت انا لكان عمري 14 سنه انه هو شو انه هو موجود انه هو ما مات ليه كانت شو يعني والدتك شو كانت انه قبل كانت تقول لي انه اول شيء عم يشتغل وتجيب لي كادويات انه هول منه ما بعرف شو هيك بعدين قالت لي انه مات قالت لي ليه لانه كنت دائما تسالي بعدين انا اكتشفت ورقه اوكي بالحرب بعت على السفاره البرازيليه عم بفتش علينا كيف وصلت لك هالورقه؟ عم برحش كثير انا على فكره وحسيت امي هيك منها طبيعيه كثير وعم تبكي واخبار وهيك وانا انه بدي اعرف انه شو فيه وكذا وهيك شكيت ما بعرف كيف هيك عم برحش هيك لقيت لتر مترجمه للعربي طلعت قلت لها شو هاي وينه طلعت فيها قلت لها ولا تنهزي نحن مش هيدا الشخص هو اللي بيسيطرنا على حياتنا منيح انه انا عايشه معك ماني عايشه معه حتى اني ما بعرفه حتى ليش ما كان فيها لتر كان فيها انه ايمانويل باشيكو دي اوليفيرا عم بيسال عن بنته ومرته اذا هن ماتوا ليك ليك شو اوبتيمستيك اذا هن ماتوا بالحرب يعني انه للسفاره والسفاره بلغوا امي أوكي. يعني ما بعرف ليه بهيدي الفتره ورجع اختفى بس ردوا له جواب انه هن موجودين وصلوا نحن ما ردينا قلنا للسفاره انه نحن ما بدنا كونتاكت اوكي اوكي وقتها كنت بالام بي سي نقوني سفيره للنوال حسني للايدز بالمغرب العربي اوكي رحت برجع ببعث لي الرئيس المنظمه في وحده عم تسال عنك اسمها اريكا خاله اسمه ايمانويل قاعده امي بوجهي قلت لها عندي كازن اسمه اريكا قالت لي ايه بعثت لها قلت لها يس اتس كارولينا قالت لي سند مي يور نمبر دقيت لها قلت لها امين ماي كازن اول مره كارولينا وي فاوند يو يوبي وترلل بعد 10 دقائق بدق بيي هلو كارول انا هيك انصدمت صعقت قبلك خبريه مثل ما هي